من جديد مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي لحلقة اليوم الأستاذ حسين كامل من موقع هاف تايم الرياضي والإعلامي الرياضي. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسين. يسعد أوقاتك أستاذ أحمد، يسعد أوقات المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم أستاذ. هلا الحمد لله، يعني هلا وجهك مورد، لكن أخبار كرة القدم ما بتسر الخاطر. بالتأكيد. الحمد لله. بالتأكيد الأخبار غير سارة والأمور ضبابية جدا جدا، وللأمانة الأفق أنا شايف لا أرى، يعني لا أرى أي ولو القليل من الضوء في آخر النفق. يعني هلا ليش يعني إنه الكل العالم متشائم بموضوع المنتخب الوطني، ولو إنه يعني هي مباراة استعدادية، يعني إنه أو مباراة ودية على الأقل؟ يعني أستاذ أحمد، الموضوع مو تشاؤم أو تفاؤل، الموضوع معطيات. يعني في عنا مدير فني أتى إلى البلاد من عام كامل، 365 يوم مرت والمنتخب الوطني بحال غير جيد، بحال أنا بقدر أني وصفه بعبارة بسيطة، بحالة مزرية برأيي من الناحية الفنية المعنوية والنفسية. هلا على كل حال، يعني احنا بدنا نحكي بالموضوع بشكل مفصل، لكن خلينا مباشرة انه يعني نشوف شو صار امبارح ايضا بكأس الجمهورية. طبعا يوم امس كان هناك مباريات الدور ربع نهائي من كأس الجمهورية، وكانت مباراة القمة التي جرت يوم امس في ملعب بالباسل في مدينة اللاذقية بين الوحدة والاتحاد. فاز الاتحاد بركلات الترجيح ب5-4 على فريق الوحدة بعد مباراة، والتعادل كان طبعا سلبي في نهاية تلك المباراة. أيضا حطين سجل نتيجة طيبة بفوزه على الجيش ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الكرامة فاز على الوثبة بهدف مقابل لا شيء. أيضا كان هناك مباراة بالنسبة لجبلة، جبلة الذي فاز على الشرطة بهدف مقابل لا شيء قبل يوم أمس. يعني نتائج كانت ملفتة حسين بالنسبة لكأس الجمهورية. بالتأكيد مباراة حطين الجيش المفاجأة بالنتيجة الرقمية، يعني كان من الطبيعي أنه حطين يتجاوز الجيش. حطين نادي كبير وعنده مجموعة من اللاعبين المميزين، كذلك الأمر الجيش، لكن كانت المفاجأة بحسم المباراة السريع. يعني تلت الساعة الأولى من المباراة تقريبا أخذت 60% أو 70% أنه كانت النتيجة رايحة لصالح حطين. مع بداية الشوط الثاني كانت الضربة القاضية. أنا برأيي أنا ببارك لنادي حطين، ببارك للكوتش درار، عودة قوية جدا له كمدير فني شاب ومقتدر، أداء كان جيد متوازن. تميز حطين مبارح بالتوازن، بالحضور القوي سواء من الناحية الهجومية أو من الناحية الدفاعية. مبروك لنادي حطين حسين. يعني لكن بتشوف أنه نادي الجيش يعني في الفترة الأخيرة أو في الموسم الأخير يعني ممكن يفرط أيضا بلقب الدوري، حتى وراح منه يعني لقب كأس الجمهورية، بس لكن التخبط اللي عم بيعيشه فريق الجيش. نادي الجيش على غير السنوات السابقة وعلى غير الأيام الخوالي، نادي الجيش حاليا ما عم يحتفظ بالنجوم. يعني نحن خلال موسمين، الموسم الماضي والموسم الحالي، تخلى عن نجوم سورية تقريبا. يعني إذا بدنا نشوف الموسم الماضي، تخلى عن ورد السلامة اللي هو لاعب من أهم اللاعبين، تخلى عن فارس أرناؤوط لصالح حطين، وهن كانوا دعامتين أساسيتين للفريق. الموسم اللي قبل منه كان في مجزرة، ما كان في، كان مجزرة حقيقية، كانت حسين شعيب، بوادقجي، أسماء كثيرة. يعني هلا نقول مثلا المشاهد اللي عم يشوفنا، يعني المجزرة طبعا مجزرة رياضية، مجزرة انتقالات. يعني انتقالات، أنا بتكلم عن الانتقالات، لأنه أكثر من 9 لاعبين غادروا الفريق، 9 لاعبين أغلبهم كانوا دوليين، أغلبهم هن العمود الفقري الأساسي لنادي الجيش. هو على كل حال مصطلح رياضي أيضا، بالإضافة للمصطلح المتشائمين، لأن دائما نتذكر الحمد لله إن شاء الله بتذهب هذه المسائل. هو على كل حال أيضا جبلي بمسيرته بالدوري أيضا حقق بمسيرة طيبة بكأس الجمهورية، عم يفوز على الشرطة بهدف مقابل لا شيء،
وعم يتأهل لدور نصف نهائي. نادي جبلة هو السهل الممتنع، نادي يستطيع أن يعطل أي فريق في الدوري من دون أي استثناء يعني. ونحن شاهدنا المباراة الأخيرة له مع 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 تشرين، كان منافس حقيقي لتشرين. صحيح. وفي لحظات من المباراة لو أحسن استغلال فرصه كان حسم توتر الإداريين، الحالة النفسية يعني هي لعبت دور. طبعاً مع الأسف الشديد الحال الموجود في نادي جبلة. أنا أحترم جداً الأستاذ سامر، هو شخص عاشق لنادي، ولكن أحياناً من الحب ما قتل. صحيح. وأنا مع هذا الرجل قلباً وقالباً، وخاصة بالمسائل الإنسانية المتعلقة، أنه في لقطة كانت أنه هو جاب جانب المرمى ودخل الملعب. أنا أعتقد هي كانت حالة إنسانية أكثر ما هي حالة إنسانية. نعم. وعاطفية. عاطفية جدا أكيد. على كل حال أيضا مباراة الوسبي والكرامي اللي استطاع فيها الكرامي الفوز بهدف مقابل الشيء على الوسبي، لكن الوسبي يعني عم يقدم أداء جيد. هو المفاجأة نادي الوسبي، هو المفاجأة بالنسبة لي. نادي أيضا تخلى عن العديد من اللاعبين، يعني كان في خروج شبه جماعي للنجوم من نجوم الموسم الماضي. مع ذلك الفريق عنده حضور قوي، قدم مباراة ممتازة. أنا شاهدت أكثر من 30 دقيقة من المباراة، كان الوسبة جيد جدا، استطاع أن يعود بعد تأخر بهدف. رجع وتقريبا سيطر على المباراة وأضاع فرصة أو فرصتين، يعني كان ممكن أنه ينهي للمباراة بالوقت. هلا هو يعني عم يملك أيضا اللاعبين على مستوى جيد فريق الوسبي. صحيح كان هناك إفراغ لبعض اللاعبين لاعبين جيدين. يعني عنده مجموعة من اللاعبين الشباب. نعم. جيدين، وعنده مجموعة من الخبرات عم تشتغل بشكل كتير جيد. وما في شك أنه الكوتش محمد خلف عم يقود الفريق بطريقة جدا ممتازة، وعم يطلع الأفضل من اللاعبين. الكرامي مع أحمد عزام أيضا يتقدم على يعني بشكل جيد على المشهد أو في المشهد الرياضي في سوريا، يعني من خلال الدوري أيضا للمنافسة على لقب الدوري. أيضا اليوم عم نشوف الكأس الجمهورية في نصف نهائي كأس الجمهورية. هلا مبدئيا أنا برأيي رتم الكرامة نزل عن الذهاب، يعني بالذهاب كان في حالة أفضل بكتير. وأعتقد أنه هذا كان أمر طبيعي، يعني كانت أغلبية المتابعين بتوقع أنه هاي المجموعة اللي ما فيها كتير نجوم، اللي يعني اللي هي نوعا ما مجموعة من الشبان والخبرات، ما بتقدر توصل لبطولة الدوري لهذا الموسم. يمكن في عملية بناء للموسم القادم أو اللي بعده، لكن أعتقد أنه الكرامة الآن في وضعه الطبيعي بالمركز الرابع، وصل للنصف نهائي بجدارة أكيد، عمل مباراة جيدة، طلع لاعب بالكرت الأحمر بالشوط الثاني، ومع ذلك حاول يجاري منافسه وكان له حضور قوي. هلا بيقولوا انه والله يعني الفريق الكرامي اليوم بهالموسم يعني عم نشوفه بحاله دفاعيه بحته، يعني اكبر دليل على انه من اقوى دفاعات تقريبا الدوري السوري، يعني وخاصه انه المنطقه الدفاعي بيلعبوا فريق الكرامي. هلا اعتقد يعني هي عمليه متكامله ما بين مدرب شاب عم بيكون عنده افكار جيده بالاضافه الى مجموعه من اللاعبين. يعني ما في شك الكوتش الجيد هو اللي بيعرف يقرا مجموعه اللاعبين اللي عنده. هدول اللاعبين قادر اني ابني استراتيجيه هجوميه بوجودهم، او انه الافضل اني اعمل استراتيجيه متوازنه بين الدفاع والهجوم. ما في شك أنه الكوتش أحمد عزام عامل شغل كتير كبير مع نادي الكرامة. الأهم وأنا هذا كتير بهمني أنه طلع الأفضل من العديد من اللاعبين. يعني في لاعب اسمه علي رمضان. نعم. كان يلعب بتشرين وبعدين صار عم يلعب مع الفتور وهلأ حاليا بالكرامة. من دون أدنى شك أنه هو واحد من مفاجآت الدوري السوري المحلي. لاعب عنده جدا تميز، محطة مميزة جدا. هذا بيقودك يعني حسين يعني الاختلاف بالرؤية بالنسبة للمدربين. يعني طبعاً لاعب مثل علي رمضان فشل في نادي شيرين، فشل في نادي الفتوي، لكن أبدع في نادي الكرامة. هذا هو عملية التوظيف. أستاذ أحمد.
الكوتش الجيد هو اللي بيعرف اللي يوظف اللاعب بالشكل الأمثل بالملعب. على كل حال أيضا المباراة الأخيرة اللي جرت امبارح كانت في ملعب الباسل وجرت بين الوحدة والاتحاد، مباراة كانت تكتيكية على الخالص أعتقد من خلال المشاهدي، وأيضا من خلال يعني عودة الاتحاد إلى منافسات في كأس الجمهورية، وخاصة بعد عدة مباريات كان له يعني أثر كبير في التراجع بالنسبة لمستوى الفريق الاتحاد. لكن على كل حال فاز الاتحاد يوم أمس على الوحدة، أعتقد كانت مباراة كتير يعني نوع من التكتيك من المدربين. مباراة متكافئة، مع الأسف نظام البطولة بيسمح لهيك مباريات أستاذ أحمد، لما بيكون في 90 دقيقة وبعدها ضربات جزاء وما في غير مباراة واحدة يعني والأمور الفنية يعني والفنياً الفريقين نوعاً ما متكافئين. الاتحاد لو أنه هو أقل جودة بالعناصر ولكن بيسعفوا تاريخه الطويل بميادين الفوتبول المحلي، ونوع الحساسية اللي موجودة بين الفريقين اللي هي مع الأسف مبالغ فيها جدا جدا. صحيح. طبعا بين القلة بين الجمهورين أوصلت المباراة لهالحد الأعلى من الهدوء ومن التكتيك ومن الحفاظ على الشباك قبل الفكرة أنه نحن نسجل في مرمى المنافس. جيد. على كل حال بعد كل المباريات اللي جرت يوم أمس في كأس الجمهورية وفي الدور ربع نهائي، رح نشوف مع بعض جدول بمباريات الدور نصف نهائي، من سيلتقي مع من. على كل حال رح نشوف الجدول على الشاشة. طبعا عم نشوف حطين رح يلعب مع الاتحاد وجبلة مع الكرامة في الدور نصف نهائي. حسين أعتقد مباريات من العيار الثقيل يعني حطين. طبعاً. حطين والاتحاد وجبلة والكرامة. طبعاً مباريات أنا برأيي متوازنة. حظوظ أندية الساحل أنا شايفها قوية جداً، يعني أنا شايف حطين بإمكانه أنه يتجاوز عقبة الاتحاد. على ما يبدو الكابتن درار عرف يمشي الفريق على السكة الصحيحة. كذلك الأمر جبلة من بداية الموسم، يعني أمر غير جديد، نادي جبلة عم يقدم مستوى كتير ممتاز، يمتلك أنا برأيي هو أفضل خط هجوم في الدوري من دون أي جدال، يعني عنده ثلاثي قوي جدا. يبقى أن الكرامة كمان عنده حظوظ وافرة كمان، لأنه عنده مدرب جيد وعنده عناصر جيدة وفي طموح لحتى يحققوا شيء. يعني الكرامة زمن طويل هو بعيد عن المنصات التسويق، كذلك يعني الأمر الاتحاد. هلا بتشوف الاتحاد والكرامة تقريبا نفس المبدأ عم يلعبوا حسين، يعني هلا دائما اثنين عم يسكروا منطقتهم بشكل جيد، بعكس حطين وجبلي اللي عندهم هجوم جيد وعندهم يعني قابلية للهجوم أكثر بالنسبة للفرق الأخرى. برجع بقول لك أستاذ لأنه إمكانيات اللاعبين ما بتسمح أكثر من هيك، يعني أنا أعتقد أنه الكوتش أحمد عزام بيتمنى يلعب مباريات هجومية، ولكن هو بيعرف مكونات الفريق وبيعرف إمكانياته وشو هو الأمثل له. يعني المدرب البرازيلي بعده جديد، يعني اسا يعني بعد بكير لحتى نحكم على تجربته. هلا من خلال رؤيتك بعض اللقطات بالنسبه لفريق الاتحاد مع المدرب دا سيلفا ارسل دا سيلفا، نعم. حسيت انه في يعني انه في نفس من المدرب على اللاعبين على المستوى الاتحاد؟ للامانه لحد الان ما حسيت في شيء مختلف ابدا. ما حسيت انه يعني مثل كان يعني مستلم احمد هواش الفريق، يعني قدم مستوى جيد تماما، بس برجع بقول لك انه اسه بعد بكير، يعني انه اسا تقريبا هو ما كفى الاربع مباريات، يعني ما له شهر الكوتش، يمكن هو محتاج 4-5 شهور لحتى يقدر يشرب اللاعبين الافكار والتكتيكات اللي هو بيعتمد. طب شو رايك على مبدا اللي عم بيلعب انه فريق الاتحاد مع المدرب البرازيلي انه المنطقه الدفاعيه والهجوم المرتد؟ يعني كل المباريات اللي شاهدتها لفريق الاتحاد مع المدرب البرازيلي كان بهالشكل. تماما، هذا اسلوب، يعني هذا اسلوب متبع، يعني هو ليس الوحيد، يعني خوسيه مورينيو
بعد عشرات السنين من التدريب لا زال هو الستايل الأنسب بالنسبة له أنه يغلق المنطقة بخطين دفاعيين نعم. تماما ويعتمد على الهجمات المضادة عن طريق لاعبين لاعب سريع ولاعب قناص. هلا امبارح كان أيمن حكيم بالنسبة لفريق الوحدي عم يقدم أداء هجومي نوعا ما، يعني شفنا امبارح كان أكثر جرأة وكان عنده رغبة بحسم المباراة أكثر من المنافس. هلا أعتقد هو يعود على نوعية اللاعبين، يعني الفريق الوحدي من أفضل لاعبي سوريا، يعني فريق عنده ثلاث لاعبين تقريبا بالمنتخب الوطني. أستاذ أحمد، فريق الوحدة فريق جيد جدا وعنده عناصر مميزة جدا جدا، لكن طبيعة مباريات الكأس برجع بقول لك أنه على القانون الجديد، يعني 90 دقيقة وبعد منها ضربات جزاء، دائما بيكون في فكرة أنه تعويض الهدف قد يكون صعب، فأنا بلعب على مبدأ السلامة. المدرب البرازيلي ارتأى أنه هو يسكر المساحات ويأمن منطقته، لأنه يمكن عنده بذهنه أنه هو مو بالأمر السهل أنه الفريق يرجع يسجل في حال تلقى أهداف، فهو كمان قارئ منيح لإمكانيات فريقه. نادي الاتحاد يضم عناصر منيحة جيدة، ولكن هو لا يمتلك نجوم باستثناء الريحاني، هو لا يمتلك أي لاعب منتخب وطني، يعني فقط محمد ريحاني وبعده شاب صغير وهو ما كادر هلا هو يحمل فريق على كتافه. هلا يعني شو بيهدف اتحاد كرة القدم بإقامة مباراة كأس الجمهورية من مباراة واحدة أرض محايدة؟ كل دول العالم حتى في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هي تلعب بكأس الملك أو كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس مباريات، يعني ذهاب وإياب، يعني شو المغزى من هذا الموضوع؟ يعني نحن لعبنا يحتاج إلى الكثير من المباريات. هو هذا هي الفكرة. هلا في كتير في بعض البطولات بتلعب من مباراة واحدة، يعني هلا بالدوري الإنجليزي عندهم توصيف غريب شوي أنه تلعب المباراة من مباريتين إلا في حال حسم أحد الفريقين الفوز بالمباراة الأولى، يعني هي مبدئيا مباراة واحدة، يعني في حال قابلية الحسم الإعادة مع قابلية الإعادة في حال كان في تعادل. هلأ بإسبانيا اختصروا نوعا ما لأنه هن وسعوا بكأس السوبر، وسعوا بمطارح تانية، فهن نوعا ما قلصوا كمان أدوار الكأس، ولكن بإسبانيا وبأوروبا عموما في مشكلة بالعدد الزائد من المباريات. يعني غوارديولا من يومين طلع بتصريح عم يشتكوا، يعني عم يشتكوا أنتم اليويفا الفيفا أنتم تقتلون اللعبة واللاعب، يعني بهذا التكثيف الهائل للمباريات اللاعب عم يكون مرهق ذهنيا وبدنيا. بدك تشوف قديش في معدل المباريات تماماً، يعني قديش بيلعبوا مباريات تماما اكثر من 60 مباراه. هلا نحن الحاله المعاكسه لاعبنا المحلي، انا هذا اللي بدي كنت اقوله انه لاعبنا المحلي هو بحاجه لعدد اكثر من المباريات، والجداول المضغوطه هي ما من صالحنا ابدا. بعدين في كل فقط مسابقتين عندك انت، عندنا مسابقتين فقط. والامر الاخر نحن المساحة، يعني المساحة الزمنية، نحن الموسم ما المفروض يكون أقل من 9 شهور، المفروض الفترة التحضيرية ما تتجاوز الشهر شهر ونص، وبعدين يكون في بداية للدوريات. ما بصير اللاعب يضل في بيته ما عم يتمرن شهر أو شهرين، لأنه هذا الأمر بيعود بالسوء على حتى على مسيرته الرياضية. يعني بأوروبا الإجازة الصيفية هي لا تتجاوز 21 يوم، ومع ذلك المدراء الفنيين بأحسن الأندية بيعانوا من زيادة بالوزن، من الضعف الشديد اللي بصير باللياقة وبالحالة البدنية العامة للاعب، فما بالك عنا نحن أحيانا تستمر 3 شهور أو 4 شهور. هو هذا الكلام يعني معقول؟ يعني بمر مرور الكرام على عناصر من اتحاد الكرة، بعض العناصر يعني وهني لاعبين دوليين، يعني كانوا في السابق، يعني ما بيدركوا هذا المسألة. يعني أنتم وصلتوا لاتحاد الكرة، يعني موضوع تطبيق هذه الأفكار ممكن هي قابلة للتطبيق 100%، يعني كونوا أنتم أعضاء اتحاد. أستاذ أحمد، مع الأسف الشديد ما بدي، يعني أنا رح أعمم نوعا ما، أغلب الاتحادات اللي مرت على البلد
كانت الوظيفة الأساسية لها تنظيمية وليس التطويرية مع الأسف الشديد. يعني بتحس أنه اتحاد الفوتبول لما بيخلص الدوري كأنه هم ونزاح عن كلبه، لما تخلص مسابقة الكأس أنه أخ خلصنا هلأ من المسابقات المحلية، يلا لنفكر بالموسم القادم. مع الأسف الشديد الحالة التنظيمية بالدوري المحلي وبكأس الجمهورية هي سيئة ولا تناسب اللاعب السوري لا من قريب ولا من بعيد. اللاعب بحاجة لحد أدنى، أي لاعب، أنا ما عم بحكي على لاعب المنتخب، بحد أدنى من 50 إلى 60 مباراة بالسنة. نحن عنا إذا مثل نادي تشرين اللي هو بطل الدوري هو لعب مباراتين فقط بالكأس، بتضيف لهم 26 مباراة، بيطلعوا 28 مباراة بالموسم، بالموسم كله، واللي هو مفترض أنه من المتوقع أن يكون بطل الدوري. كمان خليه يلعب بكأس الاتحاد الآسيوي 3 مباريات كلها على بعضها 31 مباراة، يعني فقط لا غير. حتى وبدي أفترض أنه إن شاء الله تجاوز الأدوار ولعب إسا كمان 3 مباريات، كمان الأمر غير كافي. وأنا برجع بكلك أستاذ أنه الموضوع بي 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 بالفجوة، يعني أنه هذا اللاعب لما بيأخذ الإجازة الطويلة وبيرجع بيعيش حياته اليومية الروتينية، هاي الفترة هاي بالتحديد ما بصير تكون طويلة عنه. جيد، حد الأقصى شهر أكيد. أنا على كل حال كنا ننتظر هاتف الزميل الإعلامي محسن عمران لحد معنا، يعني تفضل. على كل حال، على السلام فيك الزميل الإعلامي محسن عمران. صباح لبيتران أستاذ حسين. صباح لبيتران أستاذ أحمد. صباح لبيتران أستاذ حسين. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. كيف أحوالك؟ الله يخلي لياك. الله يسعد صباحكم. هلا امبارح كان في مباراة الكأس الجمهورية بالدور الربع النهائي وكنت حاضر فيها، يعني الوحدة والاتحاد. شو رأيك بمستوى المباراة محسن؟ يعني بصراحة ما بتناسب مع فريقين كبار مثل الوحدة والاتحاد، لأن تاريخهم وبطولاتهم وأمجادهم للأسف احنا نادرا ما شاهدنا ضمن المباراة مباراة كرة القدم. نعم. الاتحاد يعني جر الوحدة للعب مثل ما بده. الاتحاد واضح كان انه في فوارق، يعني بصراحة وفي فوارق مادية وفنية بين الاتحاد والوحدة. الاتحاد لعب مثل ما بده، أخذ مباراة على ركلات الجزاء. هلا مثلا كيف في فوارق مادية؟ الاثنين عندهم بعد هيك مباراة فهمت من كوادر نادي الاتحاد حتى رواتب اللاعبين ما عم يقبضوا، على العكس تماما كابتن نادي الاتحاد. نادي الاتحاد طبعا. نعم. كابتن ماهر السيد يعني حتى في لقطة حاولت أنا أصورها، مدرب الاتحاد البرازيلي عم يشير بيعمل حركة بإيديه انه بدي بيأشر انه بدنا مصاري، يعني هذه المباراه هو يعني بيحتفل بالفوز بيحتفل بالفوز بيفكر بالمصاري طبعا عم بينادي بالمصاري. والعكس ماهر السيد، انا يعني قاعد معه بمكتب الان في رشا الشمالي رئيس التنفيذي، واكد انه امور ماديه وكل الاستحقاقات كلها اوفوا فيها لكل اللاعبين. بالاضافه الى ذلك يعني الاتحاد الوحدي معه اغلب لاعبين المنتخب الوطني، 4 أو 5 لاعبين من المنتخب الوطني، فكان في فوارق يعني. وما هيك يعني الاتحاد قدر يعني بحنكة مدربه بشوية حظ، مع انه كان يعني في مراحل من المباراة خطر الاتحاد، قدر ياخذ مباراة لركلات الجزاء وفاز فيها. طيب مثلا يعني نظام البطولة اللي معمول فيه اليوم بالكأس الجمهورية شو رأيك فيه؟ حقيقة نحن يحق لنا ما لا يحق لغيرنا، والله نحن بنسن القوانين ايمت ما بدنا وبالوقت اللي بدنا وبالطريقة اللي بتناسب اتحاد كرة القدم، للأسف لا تناسب الأندية يعني. نعم. يعني أول مرة أشوف مباريات كأس الجمهورية بتصير بهالطريقة هذه. انه بارض محايده وركلات جزاء فورا، يعني وكان يعني بدهم يمشوا البطوله تمشي خلص ما يسلخوها سلق. فهذا ما له مصلحة كرة القدم السوري، ما هيك بصير. المفروض يعني ذكر الاستاذ حسين، انا سمعت جزء من حديثه. اللاعب عندنا لازم يلعب مباريات كثير بين 50 و60 مباراه. يعني اذا كاس جمهوري بدنا نسلخها سلق، نلعب بالادوار هي المباريات كلها لازم تصير بطريقه الذهاب والاياب، يعني او خلينا نقول بالادوار المتقدمه، نلعب مباراه واحده عم نقلل عدد المباريات. صحيح. يعني على الاقل يعني الادوار المتقدمه مثل ما حكيت، يعني لدور نصف نهائي ما بعرف اذا يعني ارض محايده كمان، يعني ما نظم لعبنا كثير. انا تواصلت مع الكابتن ماهر بحري من شوي قبل ما احكي انا معكم، ما سالوا عن مباراه شنين والاتحاد، الوحده والاتحاد. نعم. ما سالوا عن شنين والاتحاد، فقال لي فريق الاتحاد تميز بالتنظيم بارض الملعب، يعني هي قال لي تسجل المدرب البرازيلي يعني. بس مع هيك يعني تشرين ما خايف انه قادر تشرين يشتمل المباراة ان شاء الله. صحيح، هو كان حاضر المباراة الكابتن ماهر بحري، وخاصة المباراة القادمة مع فريق الاتحاد. محسن، يعني
رأيك بمؤتمر الصحفي اللي كان موجود يوم أمس، يعني اللي كان أو اللي أقيم يوم أمس في اتحاد كرة القدم والتصريحات الغريبة؟ يعني أول شيء أستاذ أحمد، مؤتمر صحفي بدون وجود مدرب المنتخب، يعني شو القيمة من هذا المؤتمر؟ يعني والمؤتمر كله إذن يعني الكلمة ما عنده. ايه يعني صح حضر كابتن عبد القادر الكردغلي، هو خبره ومدير منتخب وكذا، بس المفروض يكون حضر مدير المنتخب الاستاذ احمد، لانه في اسئله ما حدا بيقدر يجاوب عليها غير عفوا مدرب منتخب، ما حدا بيقدر يجاوب عليها غير المدرب. يعني كابتن عبد القادر امبارح حكى شغلات، يعني ما بعرف له اذا كان الكابتن نبيل معلول راح يوافق عليها. يعني قال الكابتن عبد القادر الكردغلي النتيجه كانت اخر اهتمام من المدرب معلول، فإذا كان هذا رأي المعلول فعلى كرتنا السلام، لا نحن بهمنا النتيجة بهمنا الأداء. أنت يا اتحاد كرة القدم عندما عزلتم المدربين الوطنيين قلتم نحن بدنا نتيجة وأداء. طيب لو كانت المسألة عكسية، يعني لو كانت مثلا في شرق آسيا أو حتى في أوروبا، يعني مثلا المنتخب الألماني إذا عم يتحضر لمباريات ويلعب مباريات ودية، كانت هاجم الصحف يعني بعد كل خسارة إذا كان عم يخسر، يعني هذا حق الجمهور. حتى إذا فاز ولا مقدم أداء كمان بيهاجموا. بيهاجموا يعني حتى يمكن تبديله مثلا. طبعا. وبعدين شو قال كمان كابتن، يعني قال واكيد في توافق، يعني هذا اكيد كمان كلام المعلول، خسرنا بسبب عناصر وليس بسبب خطه. يعني كيف نحن؟ لا بالعكس، نحن ما شفنا خطه، والعناصر هي اختار المدرب المعلول، هو المسؤول عن الاختيارات. هي العناصر الموجوده في الدوري السوري الذي لا يتابعه للاسف، يعني ما في بيتابع دوري، بده يدرب منتخب وهو مقيم في تونس او في قطر، ما بصير. يعني البحرين فاز علينا منتخب البحرين، مدرب منتخب البحرين مقيم في البحرين. نعم. بينما احنا مدربنا مقضاها سياحه وسفر، يعني حتى المدرب الايراني، يعني انه حتى المدرب الايراني مقيم في ايران. يعني ما بعرف استاذ احمد نحن ليش، يعني بصراحه المعلول افقد اتحاد كره القدم هيبته. يعني استاذ احمد وقت بيجي المدرب المعلول بيشرف على سوريا وعلى اتحاد كره القدم، ينزل رئيس اتحاد كره القدم بيستقبله على الباب. نعم. انت يعني ما له شيء، هو بالنهايه موظف عندك. هلا نحن كرماء كثير، كرماء كثير، بس ما على حساب هيبتنا استاذ. أكيد يعني هو المعلول السباحه هيبتنا، يعني من خلال العقد هو خلق البروتوكول مثل ما بيقولوا. يعني طبعا، يعني حتى الاستاذ فراس امبارح قال ما بنعرف يعني شو العقد، ما حد بيعرفه غير امين السر ورئيس الاتحاد. ليش العقود خافيه على الجمهور؟ يعني بكل دول العالم بيطلع بيكون في تصريح وبيكون في مؤتمر انه اللاعب فلان تعاقدنا معه بالمبلغ كذا لمده كذا والمدرب كذا، ليش نحن مخبيين هالامر هذا؟ يعني محسن، حتى الان كل المؤتمرات الصحفيه اللي صارت للمنتخب الوطني ما استفاد منها الجمهور السوري ابدا ولا شيء، ولا بنعرف شو ولا حتى الاعلام الرياضي الحقيقه. طبعا ما حدا ما يعرف شو، يعني كله بحلقه مفرغه صراحه. يعني حتى بعض زملائنا الاعلاميين انا هيك شوي يعني بتمنى تكون اسئلتهم دائما ما فيها مجامله، يعني نعم. يعني ليش هالتمسيح الجوخ من قبل بعض لرئيس الاتحاد؟ لا احكي، انت طالع انت اعلامي رياضي، انت عم تحكي حال الجمهور. وين شفت الحالي على الفيسبوك ولا على محضر المؤتمر استاذ احمد؟ بتعرف نحن بالله قيمه، يعني قصدك انت على تصريحات بعض الاعلاميين على الفيسبوك على شبكه التواصل الاجتماعي؟ طبعا. يعني بس انا لمست امبارح من خلال تصريح او من خلال كلام الاستاذ فراس معلا انه انذار شديد اللهجه لاتحاد كره القدم، يعني وقت بيقولوا الاستاذ فراس نحن ما بنقبل بنقطه، يعني مثل ما بيقول والله نحن نقطه بنتاهل، بيقبض المدرب 38000 دولار. الاستاذ فراس اثر على 9 نقاط كامله. صحيح. الاستاذ فراس وجه اللوم امبارح لاتحاد كره القدم، قال له انا من 3 شهور انا مطالب بتشكيل منتخبات وطنيه، ليش ما شكلته لهلا؟ وقت بيسافر معك اكثر من 20 شخص وجه لهم كمان اللوم علي، ليش 20 شخص؟ او هنو بالعهد بالضبط 23 شخص. على كل حال لاعب، يعني وين؟ يعني انتوا ليش مسافرين؟ رايحين سياحه؟ انتوا شو شغلتكم 23 شخص؟ يعني جيد. هلا قبل ما اسكر معك محسن، يعني هلا في نصف نهائي كاس الجمهوريه مباريات قويه راح تكون، يعني عندك حاطين والكرامي ايضا وجبلي والاتحاد، شو رايك؟ يعني انا كمشجع انا راح احكي اول شيء كعاطفي كمشجع الافغاني، اتمنى ان يتاهل للمباراه النهائي حاطين وجبلي. حاطين وجبلي كويس، حاطين وجبلي كون المراحل تغلب النصف النهائي، يكون كاس من نصيب اللاذقي، والدوري بيكون لتشرين، يعني يكون اللاذقي جمعت المجد من الطرفين. اكيد الخصمين ما لهم سهلين، سواء الاتحاد او الكرامي، يعني بتمنى التوفيق لانديه اللاذقي. الكرامي والاتحاد لهم باع طويل يعني وعندهم خبرتهم بهيك بطولات. هلا نحن حكينا بالعكس، هو حاطين الاتحاد وجبلي والكرامي. طبعا هي مضبوطه. مضبوطه. على كل حال انا بتشكرك جزيل الشكر للزميل الاعلامي والناقد الصحفي محسن عمران. شكرا استاذ محسن. شكرا استاذ احمد. شكرا استاذ حسين، يسعد صباحكم. شكرا لك. شكرا. على كل حال انا بدي نحكي عن المنتخب، اصبحنا هلا في خضم يعني معركه المنتخب مثل ما بيقولوا، يعني طبعا معركه الحرص على المنتخب وليس معركه. بالتاكيد. اكيد. يعني امبارح كان في مؤتمر صحفي بالنسبه لاتحاد كره القدم بمشاركه يعني رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا فراس معلا،
انه يعني اعتقد يعني افضل مؤتمر صحفي ان اقول بشفافيه، يعني عندما يهاجم رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا اتحاد كره القدم، اعتقد هي قمه الشفافيه في التعامل امام وسائل الاعلام. شو رايك استاذ حسين؟ بالتاكيد بالاخير الاستاذ فراس معلا هو متابع، هو بالاخير شخص متابع لما يجري خلال فتره زمنيه محدده. المنصب قد يكون احيانا بكبل بمراحل معينه، بتفرض عليه حاله من الانتظار لحتى يشوف نتائج معينه، ولكن بلحظه معينه لازم يصير في تقييم جدي لمسيره المنتخب، لمسيره الرياضه عموما. من دون ادنى شك، من دون ادنى شك انه الحاله العامه ما بتسر. سنة كاملة مرت الكابتن نبيل معلول هو مدير فني من دون أي بصمة، من دون أي علامة فارقة بتخص منتخبنا الوطني. هو لم يأتي، يعني أنا في نقطة بدي ركز عليها هون، وهي بخصوص اللاعب السوري وبخصوص الدوري المحلي. طبعا عم نشوف لقطات من المباراة الأولى الودية اللي كانت بين منتخبنا الوطني والمنتخب البحرين، واللي فاز فيها المنتخب البحرين بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. هدف التعادل كان من عبد الرحمن بركات، طبعا ركلة جزاء لعبد الرحمن بركات وتنفيذ لإياد عثمان. تمام. فأعتقد يعني الكل شاهد المباراة لكن كان عنده إحباط يعني من هذا الرؤية. أستاذ أحمد، الإحباط بدأ قبل التجمع، لما بيجي المدير الفني بعد سنة من التواجد ومن التوقيع العقود بيتكلم انه عن 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 قلة حيلة اللاعب المحلي، وعن الضعف الشديد اللي موجود بالدوري السوري، عن عملية التمثيل وتضييع الوقت اللي بيصير بالدوري السوري. سيدي الكريم، هاي العبارات بيعرفها غالبية المتابعين. نعم. لم يأتي بشيء جديد، يعني في حدا متابع للدوري السوري بيقول إنه هو يقارع الدوري السعودي أو الإماراتي أو الدوري المصري؟ كلام يعني كلام بديهي، كلام عام جدا جدا. نحن استعنا بمدير فني مشان يعطينا حلول، مو مشان يوصف الواقع. توصيف الواقع في مستشارين فنيين بيجوا وبيعملوا دراسات معمقة وبيطلعوا بنتائج انه الحل عندكم هو كذا وكذا وكذا، لكن نبيل معلول اتى بغرض هو صرح فيه اول ما اتى، هو بده يوصل للمونديال. انا في نقطة كتير اساسية وانا مستغربها، انه كيف الكابتن نبيل بيحبط هالمجموعة من اللاعبين المحليين اللي هن مفروضين عليه شاء أم أبا؟ يعني المنتخب الوطني قد ما كان قدر يستخدم من اللاعبين الأجانب، عفوا اللاعبين المغتربين في الخارج، هو رح يقدر يجيب لاعبين أو ثلاثة بالحد الأقصى. بالإضافة لسبعة ثمانية موجودين. صحيح. موجودين. في رأس معلا يعني أكد بمؤتمره المؤتمر امبارح إنه على أشياء يعني حد محدودة، يعني هلا أنتوا إنه عم تلعبوا أولا طبعا العقد مع نبيل معلول، ركز عليه يا جماعة، عقد نبيل معلول إلا في شخص واحد بيعرف أو اثنين، يعني مدير المنتخب ورئيس اتحاد كرة القدم. ليش هالتعتيم؟ يعني ركز عليها في رأس معلا. أستاذ أحمد، تسرب كثير كلام عن العقد، ما بنعرف مدى مصداقيته، لكن إن كان هو واقعي فهي مأساة حقيقية، لأنه هذا الرجل بيكون هلأ بحسابه البنكي نص مليون دولار وهو لم يفعل شيء. يعني أنا أول بحياتي ما رأيت مدير فني يدرب بالريموت كنترول أو عن بعد. المدير الفني من أساسيات عمله انه هو يشوف الدوري، يتابعه مباراة، هو ما مسمح له حتى انه هو يتجاوز مباراة، لازم يكون بحالة متابعة اسبوعية لكل ما يجري بالدوري السوري. طيب كيف تقرا تصريحه لمدير المنتخب الكابتن عبد القادر الكردغلي؟ قال يجب اعطائنا الثقة الكاملة للاعبينا ولكادرنا ولمديرنا الفني. كيف تقراه؟ طيب كيف بدي اعطي انا الثقه اذا بالاساس الكابتن معلول هو حجب الثقه عن اللاعبين؟ يعني انا رايح على معركه
ضد البحرين ومع إيران. أنا آسف عم وصف شوي، رايحين على مباراتين مع البحرين ومع إيران. أنا عندي محاربين بصرح قبل التجمع أنه هدول اللاعبين غير مؤهلين للمنافسة الدولية، وأنه لاعبنا عبارة عن هو عن شخص خائف عنده الكثير من الرهبة من 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 المباريات الدولية. نعم. مع الأسف الشديد هو بهذا التصريح هو كسر 50 أو 60% من معنويات الفريق ككل، وخاصة يعني التصريح نبيل بعلول بعد المباراتين قال بأنه نحن استفدنا جدا من هذه المباراتين، ونوعد الجمهور السوري بأنه راح يكون في المباراة القادمة مستوى مغاير وراح تتفاجئوا. كيف بدنا نتفاجئ؟ للأمانة أستاذ أحمد، أنا شفت فريق مهزوز وشفت فريق معدوم الثقة بالنفس. يعني كان الإيمان بالذات بالمباراتين كان ضعيف جدا جدا، وبتحس الفريق ما عنده فكرة بالملعب ينفذها. يعني أنا على ما سمعت، طبعا هذا الكلام غير موثق، أنه حتى الآن ما دخل المدير الفني بالأمور التكتيكية بشكل عميق. يعني لليوم ما نعطوا جرعات تكتيكية إلا بالحد الأدنى جدا جدا جدا. هلأ بدي أرجع على تصريح عبد القادر الكردولي حسين، يعني قال بأنه نحن لو بدنا نضحك على جمهورنا كنا جبنا مباراتين لمنتخبات ضعيفة وتقابلنا مع. معقول هيك تصريح مثلا يطلع مثلا؟ هلا انا بتعرف يعني ما الكابتن وقال يعني هذا الكلام اعتقد هو مغاير جدا جدا للكابتن نبيل معلول عندما قال نحن اخترنا منتخبات صعبه لحتى والله انه ما نتفاجئ مثلا بالمستوى امام منتخبات ضعيفه. ما بعرف كيف التصريح. انا برايي مع احترامي للكابتن عبد القادر كردغلي اللي انا بحترمه وبجله جدا جدا، لم يكن موفق بالامس. يعني بالدرجه الاولى نحن كلياتنا بنعرف انه المنتخبات اللي وافقت تلعب معنا هن البحرين وايران. يعني احنا ما كان عندنا 20 منتخب ونحن اخترنا البحرين وايران. يعني هذا الامر. الامر الاخر، المنتخب البحرين هو ند لنا. يعني البحرين، الامارات، حتى السعوديه هي منتخبات حاليا عم تعيش حالة متوسطة من ناحية الجودة. يعني المنتخب السعودي حتى خسر عليهم كل شيء، يعني موضوع الكورونا وغيره. أستاذ أحمد، المنتخب السعودي تعادل مع فلسطين وتعادل مع اليمن. نعم. المنتخب الإماراتي خسر من تايلاند وخسر من فيتنام. المنتخب البحريني ما في شك انه عامل نقله نوعيه، ولكن يعني هو ما عنده هي العناصر السوبر اللي بتميزه عن العناصر اللي موجوده. يعني انا عندي بس هيك بين قوسين، الكابتن هيثم جطل حاليا يدرب في البحرين، والكابتن هيثم جطل هو ابن الدوري السوري، قدر خلال فتره قصيره جدا جدا انه يحسن من ترتيب فريقه ويوصله للمركز الثاني، وقدر انه ياخذ افضل مدرب للاسبوع اكثر من 3 مرات. صحيح. عبر صحيح. عبر عبر عبر, عبر, عبر فتره قصيره. طب انا بدي اسال انه هذا الدوري البحريني يا هل ترى هو لهالدرجه اعلى مستوى من الدوري المحلي؟ هلا لعيبه المنتخب البحريني صحيح نفسه يعني محليين استاذ احمد. يعني انا هذا المحاوله لتقزيم اللاعب السوري والمبالغ فيها، لاعبنا السوري مظلوم استاذ صحيح. احمد على كل حال عم نشوف لقطات ايضا من مباراه ايران وسوريا واللي فاز فيها المنتخب الايراني ب3 أهداف مقابل لا شيء، حتى على دور الكابتن فجر ابراهيم بالمباراه الوديه مع المنتخب الايراني ما كنا نخسر، يعني كنا نتعادل على الاقل. يعني في مره خساره يعني بس هي بخماسيه كانت، بس ولكن على بحكي بالمجمل يعني بالمجمل. لا هو الاهم انه نحن بالتصفيات قدرنا ننتزع تعادلين من تعادلين. من طبعا تصفيات كاس العالم يعني طبعا. نعم. اكيد. هلا هو في تصريح ايضا لموضوع نرجع على عبد القادر الكردغلي مدير المنتخب، قال يعني نحن في سوريا بانه لا يوجد هناك مبادئ لكره القدم. شو رأيك بالتصريح؟ إذا بدنا بالمقارنة مع الدول الأوروبية المتقدمة بالتأكيد ما عندنا مبادئ، لكن بالمقارنة مع البحرين ومع الأردن ومع العراق لا يوجد عندنا الكثير من المبادئ أستاذ أحمد.
الحال متقارب والامور كثير متشابهه بين هي الدوريات. هو قال يعني انه سوء الملاعب وايضا الرزنامه غير مستقره وهكذا يعني. السيد الكريم هو رجل عضو اتحاد فوتبول، وانا برجع بكرر انه هذا الرجل اللي عندي احترام شديد له، ولكن هو شخص اسم كبير اكيد، هو شخص الان بالمسؤوليه. انا بطالبه بهي اللحظه انه شو عنده اتحاد الفوتبول بمعيه الكابتن عبد القادر بقياده العميد حاتم، شو عندهم من مشروع لتطوير الفوتبول السوري. مشاكلنا معروفة أستاذ أحمد، يعني وصف كتير الكابتن نبيل معلول وما أبهرنا بالتصريحات، لأنه كلاتنا بنعرف اللاعب السوري كخامة مميزة. الكابتن عمر خريبين أتى من نادي الوحدة، لم يأتي من أكاديمية أسباير. صحيح. عمر السومة كذلك الأمر. محمود المواس. كل هاللاعبين عنا مجموعة من اللاعبين المحليين إذا بتاخذ فرصة وبتطلع لدوريات عربية أو غير عربية رح تتميز. من المرمور، من حماشة، من أحمد الأشقر وغيرهم. فهذا الكلام مردود على اتحاد الفوتبول. جيد. إذا ما في مبادئ اخلق المبادئ. على كل حال معي مباشره على الهاتف الزميل الاعلامي سامر الزين. اهلا وسهلا فيك استاذ سامر. يسعد اوقاتك استاذ احمد، تحياتي لك ولضيفك صديقنا العزيز استاذ حسين كامل. يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ سامر. يعني اكيد المعضله واحده لكل الجمهور السوري بالنسبه لمنتخبنا الوطني. قبل ما ابدا بموضوع منتخبنا الوطني، اكيد عندك شيء كلام عن مباراه كاس الجمهوريه يوم امس. اكيد امبارح الحقيقه استمتعنا كان يعني ربع نهائي ساخن بالمباريات اللي صارت، الثلاثه اللي صارت امبارح والمباراه الرابعه الشرطه وجبله اول امس. ويعني يمكن بجوز من المفارقه انه الفرق الاربعه اللي وصلت لدور نصف نهائي هي عمليا يعني صارت خارج حسابات المنافسه على بطوله الدوري، يعني باستثناء ممكن يكون في امل بسيط، امل اللي حاطين حسابيا يعني. نعم. طبعا باعتبارها نذكر حاطين اكيد كان النتيجه الابرز الفوز الكبير والمفاجئ ربما اللي حققوا حاطين على الجيش 3-1. طبعا هذا الشيء اكيد كان اسعد الجمهور الحطيني اللي عم بيمني النفس كان لقب الدوري، لكن الان اصبح الطريق متاح امامه للقب الكاس، وانك تخرج فريق بحجم فريق الجيش طبعا هذا شيء يحسب الحقيقه للاعبي حطين وللمدرب ضرار الداوي. ولاحظنا امبارح فعلا في روح جديده بفريق حطين. نفس الكلام ينطبق ايضا على جبله، يعني جبله اللي عم يثبت هالموسم انه ماشي بالطريق الصحيح ايضا بقياده مدربه الكابتن عمار شمالي اللي عم يقود السفينه الجبلاويه، اولا طبعا للمناطق الامنه بالنسبه للدوري والابعاد عن الهبوط، وايضا بثبات لمراحل متقدمه بمسابقه الكاس. هلا انا ما بدي اعيد الكلام اللي حكيناه عن يعني طبعا شو كيف كانت او شو هي التصريحات برايك، يعني التصريحات بالمؤتمر الصحفي اللي كانت من قبل الجميع شو رايك فيها؟ والله هلا يعني اذا بدنا نبدا بتصريحات الاستاذ فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام، يعني هو طبعا بخصوص منتخبنا الوطني انا اتكلم طبعا اكيد، يعني هو وضع النقاط على الحروف، يعني هو حكى مثل ما قال بلسان الشارع الرياضي السوري يعني. نعم. وأطلق عنوان أنه الاجتماع هو زمور خطر يعني للمرحلة المقبلة. فعلا الوضع الحالي للمنتخب الوطني لا يسر أحد، يعني لا يسر حبيب ولا صديق مثل ما بيقولوا. نعم. وهو يعني حط هدف واضح أنه لن نرضى بأقل من التأهل لكأس العالم. هلأ الكلام والشعارات سهلة، لكن التطبيق على أرض الواقع يعني مع احترامنا له صديقنا بس هذا تهديد، يعني أنا أعتقد هو طبعا تهديد رياضي تماماً. هو تهديد رياضي بالنسبة كرأس الهرم تحفيز في الرياضي. يعني نوع من التحفيز للاعبين، تحفيز لكل المعنيين، يعني من اتحاد الكرة للمدرب للاعبين، أيضا موضوع الاستفادة من اللاعبين الأصول السورية من اللاعبين المحترفين بالخارج، هذا موضوع كتير مهم طالما أنه فعلا نحن عم نشوف في فرق بين اللاعب المحترف خارج سوريا ولاعب الدوري المحلي، هذا الشيء لاحظناه وعم نلمسه بشكل واضح. لذلك لازم نبحث فعلا، يعني في الان عده لاعبين
على الخارطه، يعني ابرزهم يمكن خليل الياس، وفي اثنين ثلاثه ايضا عم يتم الاتصال معهم مثل بابلو صباغ وغيره. يعني هدول لازم يكون في جديه اكثر بحل امورهم على الاقل قبل بدايه الدور الثاني. اول كلام حول اللاعبين المغتربين، يعني كان في كلام حول انه فقط شخص، يعني لاعب واحد هو وافق على انه يمثل المنتخب السوري، البقيه كان عندهم تاخير انه والله اجلونا شوي. خليل الياس نعم. نعم خليل الياس، وخليل الياس يعني في حال انضمامه راح يكون مكسب كبير، يعني حسب ما عم نسمع عنه وعم نتابع اخباره في الارجنتين، لاعب راح يكون علامه فارقه الحقيقه بالمنتخب، وهو عنده رغبه كبيره ايضا ينضم للمنتخب. نعم. كمان فيما يتعلق بسوء الملاعب، يعني سامر في عنده حسين عنده مداخله. نعم. استاذ سامر، انت هلا من شوي قلت انه كان انه في فروق من ناحية الفروق بين اللاعب المحترف واللاعب المحلي. هلا محمد عثمان وإياز عثمان لاعبين محترفين، واحد في رومانيا والثاني بقطر. انت شفت عندهم شيء مختلف عن المجموعة اللي لعبت سواء بمباراة إيران او مباراة البحرين؟ لاحظت انه كان في عن بقية اللاعبين يعني. عن بقية اللاعبين اكيد. لا بصراحة ما شفنا فيها الفروق، لكن يمكن في لاعبين المحترفين اللي لهم فترة طويلة، يعني هلا ممكن محمود المواس، نحكي عن محمود مواس، ممكن نحكي عن عمر خريبين في حال مثل ما عم نسمع انه رح يتم قريبا حل قضية عمر خريبين، ايضا بالاضافة لعمر السومة، يعني اللاعبين البارزين اللي ممكن يشكلوا، يعني انت ممكن لاعبين او ثلاثة محترفين في دوريات مهمة ممكن يشكلوا علامة فارقة، لكن بالنسبة لإياز عثمان ومحمد عثمان ما شفنا الحقيقة أبدا الفرق بينه وبين اللاعبين المحليين. أستاذ سامر، أنت عم تحكي عن لاعبين هنا بالأساس هن متميزين، يعني عمر خريبين هو MVP آسيا 2017. صحيح. عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي، محمود مواس تجربة غنية جدا حاليا بالدوري الروماني. صحيح. بس أنا عم بحكي على شكل الفريق بشكل العام، يعني انا ما شفت في اي فروق. انا اعتقد انه الكل ضاع بال يعني بالمباراتين، يعني صراحه يعني ما في فرق المباراتين في اوروبا للنسيان الحقيقه، يعني نعم. يعني ويمكن سبب ابتعاد المدرب، انا برايي الشخصي يعني مفروض يكون المدرب نبيل معلول موجود في سوريا عم يتابع الدوري، يعني مفروض ايضا يعمل هو مثل ما حكى انه في معسكرات داخليه رح تكون للاعبين المحليين حتى يرفع سويتهم، مفروض برئيس اتحاد كره القدم ورئيس لجنه المنتخبات، يعني شخصيتين نجمين كبار مثل حاتم الغايب وعبد القادر كردغلي مفروض يناقشوا المدرب، يعني ما نحن ما عم نقول انه التدخل. والله شوف استاذ سامر، يعني انا احترم تعرف يعني اتحاد كره القدم و العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد، لكن الكلام كان من قبل رئيس اتحاد كرة القدم يوم أمس كان هو تطيب خاطر، وهو ممتن جدا بتدخل رئيس الاتحاد الرياضي العام أنه يعني قلبه على اتحاد الكرة وقلبه على المنتخب، لكن أعتقد كانت تصريحات يعني بعيدة كل البعد عن الواقع. أستاذ سامر، بس إذا بتسمح لي بس سؤال ثاني، هاي المباراة كانت الثالثة والرابعة للمنتخب. الرابعة. هلا لاحظت إنه كان في تشابه كبير بين مباراة الأردن ومباراة البحرين من حيث الأطراف المهترئة اللي موجودة، واللي بحيث أنه الجناح الأيمن البحريني والجناح الأيمن الأردني فعل ما شاء بالناحية اليمنى من دون أي ردة فعل من قبل المدير الفني. صحيح. يعني أنا شفت أخطاء التجمع الأول هي نفسها أخطاء التجمع الثاني، ما شفت في أي تغيير. أنا على كل حال بشكل عام أستاذ سامر، يعني كيف بتشوف مستقبل منتخبنا الوطني على السريع لو سمحت؟ والله أنا يعني المستقبل أنا شايفه غير مطمئن، يعني إذا ما كان في فعلا نقلة نوعية، يعني مثل ما حكى الكابتن فراس معلق أنه نشوف الوضع يكون أفضل بالمراحل القادمة، يكون في تغيير بالعقلية اللي عم تدير المنتخب، يعني بتوقع الوصول لكأس العالم رح يبقى للأسف حلم وحلم بعيد المنال. نحن عندنا مبادئ لكرة القدم في سوريا، أنا بحترم كتير كابتن كردغلي، لكن عندنا مبادئ كرة القدم، شخصية المنتخب ما ظهرت، نحن بنتمنى أنه نشوفها. نحن خسرنا، قال هو خسرنا بسبب عناصر وليس بسبب خطة، لا نحن خسرنا بسبب الخطة وبسبب العناصر. في إعادة نظر مطلوبة، وإلا رح نواجه، ما بس إنه نحن الخوف ما بس إنه نحن ما نتأهل لكأس العالم، الخوف إنه نكون في خسائر فادحة
في مباريات الدور الثاني مرحله التجمع النهائي اللي رح نواجه فيها منتخبات كبيره، يعني كبار اسيا وكبار العرب رح نواجههم في المرحله الثانيه. انا بتشكرك جزيل الشكر طبعا الزميل الاعلامي الرياضي سامر الزين، شكرا يا استاذ سامر على المداخله. شكرا شكرا لك استاذ احمد، تحياتي لضيفك كريم ولكل الاخوان. اهلا وسهلا فيك. طبعا نحن نتمنى الخير للمنتخب. حديث طويل عن المنتخب الوطني أكيد. سواء كان من النواحي الفنيه او حتى النواحي التنظيميه على تماماً. ما يمكن تماماً. على كل حال الدقائق الاثنين المتبقيات حسين، اليوم دوري ابطال اوروبا اليوم وغدا مباراه التاريخ، مباراه القمه بين ليفربول وريال مدريد. بالتاكيد. شو رايك؟ ايضا هناك طبعا مباراه المان سيتي ايضا مع دورتموند. أكيد، يعني مباراة فيها 19 لقب، يعني 13 بستة، فبالتأكيد يعني مباراة استثنائية، مباراة فيها كثير من فيها رائحة انتقام لأنه كان نهائي مدريد ليفربول 2018 كان نهائي غريب، يعني انتهى بكارثة، يعني لأنه كان متسبب فيه هو حارس مرمى ليفربول اللي هو كان الأساس بانتصار مدريد بالبطولة. كلوب مدرب ذكي جدا وأعتقد عنده فريق سوبر. كان عنده أنا برأيي مشكلة تفاقمت، أسلوب لعب كلوب صعب شوي وقاسي، يعتمد على السرعة ويعتمد على الضغط وعلى الارتداد السريع. سنتين ونص والفريق هو عم يركض كتير، فأعتقد أنه مع بداية السنة هي الحالية وصل الفريق لحالة شديدة من الإرهاق، وبدأت الخسائر مع فرق متواضعة. يعني الخسارة الأولى كانت على أرضه بعد أكثر من 3 سنوات، كانت مع بيرنلي. بعد خسارة اللي بعد منها كانت مع برايتون، يعني كان في مشكلة بدنية انعكست بالأخير صارت ذهنية ونفسية. لليوم أستاذ أحمد من بداية العام تقريبا ليفربول ما ربح ولا مباراة بالأنفيلد، مهزوز يعني نتائجه تماما يعني. لكن أنا بعد التوقف لاحظت في نسخة جيدة، لاحظت أول مباراة كان يعني كان اللاعبين بحالة وفاز يعني فاز كان اللاعبين بحالة جيدة مبدئيا. لاحظت أنه حتى العامل البدني هو أفضل، 3 أهداف مقابل شيء يعني تماما بأرض الأرسنال يعني تماما تماما. حتى التركيز كان تركيز عالي جدا جدا. على كل حال احنا بنتمنى المشاهد بالتوفيق بالتوفيق لليفربول يعني. اكيد يعني اكيد اكيد اكيد. على كل حال ان شاء الله نشاهد مباريات بدوري ابطال اوروبا اليوم وغدا بشكل رائع، وخاصه لليفربول. انا بدي اشكرك جزيل الشكر الاستاذ حسين كامل من موقع هاف تايم الرياضي. اهلا وسهلا فيك، شرفت استاذ حسين. شكر لك استاذ احمد، شكر لتلفزيون اوغاريت والقيمين عليه، دائما عم يتيحوا له هي الفرصه السعيده جدا ان نكون بينكم. اهلا وسهلا فيك لفتره، شكر للجميع. طبعا شكرا لكل الاصدقاء في هذا البرنامج. كلام في الرياضه لا ينتهي، الى اللقاء.